طبعاً ولا بشكل كيكو. خاص كل ما يهدد السيادة العراقية يجب أن يقف ضده. يوم أمس كان هناك اجتماع لجهات معددة من حكومة إقليم كردستان، اجتمعت وسلطت الضوء على عدد من النقاط. أبرز هذه النقاط هو آخر القصف الذي حصل فجر يوم السبت على مدينة أربيل، وكما الكل شاهد حجم الضرر الذي تعرضت له المدينة، بالإضافة إلى خرق كبير للسيادة العراقية كما تم وصفها من قبل حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى كافة البيانات التي صدرت من جهات سياسية أو من الدول المجاورة. يجب الوقوف بشكل فعلي كما دعت حكومة إقليم كردستان، يجب أن يكون هناك وقوف فعلي تجاه أي خرق للسيادة العراقية وتجاه أي شيء يهدد أمن وحياة المواطن الكردستاني على وجه التحديد، كون أن الهجوم شن على مدينة أربيل بالإضافة إلى بقية المحافظات العراقية. يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية ووقفة جادة. إضافة إلى ذلك طالب من المجتمع الدولي الوقوف تجاه أي تضليل ربما يؤدي إلى حجة أو ذريعة تتيح المجال للدول المجاورة ومن ضمنها إيران أن تقوم بخرق السيادة بهذا الشكل وتقصف أماكن آمنة بحجج لا صح لها وحجج واهية. في نفس الوقت أيضا حكومة إقليم كردستان شددت وأكدت على أن هذه الحجج ليست صحيحة، ودعت وذكرت أن أبواب كردستان مفتوحة لأي جهة حابة أن تزور الأماكن التي تعرضت للقصف لتتأكد بعينها أن إيران تحججت بحجج غير صحيحة وحجج واهية لمزيدها بشكل أكبر للتدخل في الشأن العراقي. طيب.